الحالة ضعيفة والراجل ما خدامش مريض، والولد انتم كتشوفوا الحالة ما عنديش تمن ما ناكل، بعض المرات ما تلقاش تمن ناكل، وانا عايشة في القصيرة انتم تتشوفوا الحالة، وانا تتشوفوا كل شيء، انتم شفتوا الحالة كي دايرة. دابا الله يصحو ان شاء الله ربي يعطيك رزقك شي عندك. ربي يخليكم الله يجازيكم بخير، درتو معايا شي حاجة ربي راه غيجازيكم، راه الحالة ما كاينش مرة ناكل ومرة ما ناكلش انا وليداتي. ها تمشي نترزق على الله باش يعطيني الناس باش نوكلهم. الولد ديالك باش مريض مسكين؟ ولدي مريض بالاعصاب، باه مريض بالاعصاب، وزاد فيه مرض الاعصاب، ما تيتمشى ما تينوض ما والو، 9 سنين عنده دابا ما تينوض ما والو، الحاله ضعيفه وصافي، الترويج ما تلقى باش نديرو ليه، طلب المحسنين يعاونوني ويزي الله يجازيهم بخير، راه الحاله ما كاين حتى شي حاجه، هانتوما تتشوفوا حالتي كي دايره. نطلب من المحسنين يعاونوني ويعاونوني على هاد الوليدات، راه عندي جوج الوليدات، مرة تياكلو مرة ما تياكلوش. كيف ما شفتو اخواني اخواتي، فالصورة غنية على التعريف، يعني ما يمكنش ليا نضيف أكثر من هادشي اللي شفتو نتوما، يعني هادشي اللي شفتو نتوما راه كافي باش يحرك القلوب ديالكم. سمعتو التصريح ديال الأخت، حالة ضعيفة جدا، حالة مزرية، مفرشين يعني مدورين عليهم القصدير، مسقفين بالقصدير، تراب في الأرض الرملة، ما عندهمش يعني حتى فين ينعسو، يعني هادشي هذا راه صراحة هادشي راه كيقطع القلب. أنا اللي كنتمنى إن شاء الله من الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات اللي في قلبهم الرحمة، انهم يشوفوا من الحاله ديال هذه الاخت هذه ويوقفوا معها ويساعدوها على الاقل باش تبني واحد البيت فين تسكن هي ووليداتها. راه حتى هذا الحيط اللي كتشوفوا راه ماشي هي اللي باني، هذا راه ديال الجامع مسكينه متكيه عليه، هذا الحيط هذا راه ديال الجامع راه ماشي ديالها هي، راه عندها غير القصدير، انتم كتشوفوا الجناب راه كاين غير القصدير. فالله يجازيكم بخير، وقفوا مع هذه السيده هذه، راه الرقم ديالها غتلقاو ان شاء الله في اسفل الفيديو، وقفوا مع هذه السيده هذه وقفه ديال المسلمين الحقيقيين ان شاء الله ديال الرحمه، وشكرا وجزاكم الله خيرا. الحال اللي كتشوفو راه هكا كيبات وكيضل، وعاد زيد سميتو على الفقر، كون كان عاد تيسا بعدا دير ليه واحد البيت ديالو، بيت كلشي فيه، المرض فيه كلشي فيه، دابا انا اللي وليت كنعاني من الاعصاب ماشي غير هو. عندك راجل خدام؟ با تا هو مريض، نهار كيخدم ونهار مكيخدمش، انا كاع اللي عندي خسرتو عليه، قلت له ورايا خدام. درت كلشي، دابا الطبيب قال لي الدواء ديالو هو الترويض، ديال الفلوس وانا ما عنديش، بغيت الترويض انا، بغيت حتى حاجه باش يديروا لي لولدي الترويض. حتى العيد ما كاينش عندكم باش تعيدوا، عاونوني على ولدي وعالجوا لي ولدي وصافي، حيت دابا انا اللي معاق ماشي ولدي اللي معاق. انت ما كاينش اللي يشد لك شي واحد وتمشي تخدم، واخا دابا باه مريض، كون كان ولدي صحيح نمشي انا نخدم، ولكن ما كاينش اللي يشد لي ولدي، كاين شي راود اللي يشد بحال هذيك الحاله. انا ما وكلتو ما ياكل حتى حاجه، ما كيدير بوحدو. بالنسبه للحاله ديال الاخت هادي، يعني كيف ما شفتو يعني فهي لا تختلف عن الحاله السابقه، يعني تقريبا نفس المعاناه، ربما الحاله الاولى اكثر. هاد الاخت هادي عانت كثير حتى هي، بحكم انني كنعرفها من مده طويله وهي في هذا المكان هذا، والاخوه اللي كيتبعوا الرقي المغربي ابو جابر ربما سبق لكم شفتوا فيديو كنت درتو مع الاخت، والحمد لله وصلتها مساعدات قليله. فكنتمنى من المحسنين يعني من خلال يعني الحضور ديال من خلال الحضور ديال الموقع ديال شوف تي في والموقع
اللي عليه مصداقيه كبيره واللي واكب هذه الحالات هذه وشفتوا كل شيء بعينيكم، فكنتمنى من المحسنين انكم الله يجازيكم بخير. راه الدنيا فايته وهم الدنيا كيبقى فيها، كنتمنى من المحسنين ان شاء الله تعالى يشوفوا بعينهم ويحنوا بقلبهم. الدنيا فايته وهاد الناس هادو فلا بد ما نوقفوا معاهم، فلا بد ما نفرحوهم، لا بد فهما يعني خصهم يعيشوا حتى هما الحياه ديالهم الكرامه ديالهم. شوفوا الحاله كيفاش دايره، واش هادي كوزينه، واش هذا بيت، واش هادي سكنه، كيدخلوا عليهم الحنوشه، كيدخلوا عليهم العقارب، الولد معاق، الراجل ما خدامش، البنيته صغيره، الام مسكينه كتقول لك انا هي المعاقه، انا اللي وليت الان معاقه وانا اللي وليت مريضه بالاعصاب بحكم انها مسكينه يعني من الاول دات هذا الوليد هذا وقبل وربما وهي كتعاني من مشاكل كثيره. فالله يجازيكم بخير، شوفوا بعينيكم وحلوا بقلب وحنوا بقلبكم وتعاونوا مع هاد الناس هادو، والاجر ديالكم عند الله سبحانه وتعالى، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.